السلام عليكم أصدقائي المتابعين، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم نحكي عن المأساة، أكبر مأساة تاريخية بتاريخ الهجرة، صارت لحد الآن قارب عليه تقريبا، لحد الآن مو معروف العدد، تقريبا بين 700 ل 750 شخص. هذا القارب طلع من ليبيا تقريبا بتاريخ 8 الشهر 8/6، طلع باتجاه إيطاليا. لما طلع هذا القارب وعليه هذا العدد الكتير كبير، بعد ما وصلوا على المياه بين إيطاليا وبين اليونان، هون صار هذا القارب صار فيه مشاكل. وبتاريخ 13/6 من يومين هذا الحكي، بدأت أول اتصال مع ناشطة بهيك أمور بتساعد المهاجرين، اسمها نوال صوفي. هاي الناشطة مغربية إيطالية، أصلا مغربي، يمكن على الأغلب عايشة بإيطاليا. فهي أول شيء هذا القارب حكوا معها بتاريخ 13/6 أول امبارح صباحا، حكوا لها بأنه القارب وضعه سيء جدا جدا، بأنه هن بحاجة لمساعدة بشكل عاجل. طبعا لما حكوا معه قالوا له القبطان القارب هربان، تمام، وهن ما بيعرفوا يبحروا بالقارب باتجاه ايطاليا ولا اليونان، اين هي اقرب لهم؟ ما حتى بيعرفوا. طبعا لما حكوا معه هون كان القارب ما فيه اي شيء نهائيا، قالوا له في على القارب 6 جثث لمهاجرين في اماكن مختلفة بسبب الازدحام الكتير كبير الخانق يلي صاير على القارب. هون هاي الناشطة مباشرة لما عرفت موقعهم هن قريبين على اليونان أكثر من إيطاليا، حكت معهم بأنهم يتجهوا لليونان لأن هي أقرب لهم. مباشرة تواصلت مع المنظمات باليونان وحددت مكان القارب بأنه هو محتاج للمساعدة العاجلة. اليونان مباشرة لما شافوا موقع القارب حكوا مع إحدى القوارب اللي قريبة منه إنه روح ساعد هذا القارب، شوف شو المشكلة اللي عم يعانوا منها. طبعا في أحد القوارب راح لعند هذا القارب وشافه وقرب منه بشكل كتير كبير، وألقوا على القارب المهاجرين حبال عشان يقربوا القاربين على بعضهم. المهاجرين عددهم كتير كبير على القارب تبعهم، فخافوا من هاي الحبال اللي عم تنزل لعندهم عشان انه بركي هن بدهم يغرقونا، ممكن ما عرفوا هاي الحبال انه هن لازم يقربوا السفينتين على بعض عشان يلقولن المي والاكل وهيك شيء. فخافوا المهاجرين، طبعا اخذوا اكل واخذوا مي من القارب الثاني، لكن بعدين فكوا الحبال وبعدين قالوا لهم انه نحن رح نتجه لايطاليا، ما بدنا مساعدة. هذا الحكي مسجل وتم نشره انه المهاجرين بهذا الوقت رفضوا المساعدة من القارب وتموا رايحين على اساس باتجاه ايطاليا. طبعا حادثة الغرق صارت على سواحل اليونان، قريبة كتير على سواحل اليونان. فبعد ما مشي القارب مرة تانية اليونان اتصلوا مع القارب وعرضوا عليه ارسال، طبعا القارب صور بمروحيات، راح تشوفوا صور له. عرضت اليونان المساعدة على القارب وتبعت له سفن انقاذ وكذا، لكن المهاجرين على القارب رفضوا المساعدة وقالوا له انه نحن راح نتم نبحر باتجاه ايطاليا. بهاي الليلة بين 13 الشهر وبين 14 الشهر من يوم يعني تقريبا بالليل، القارب صار فيه مشكلة وبسبب الحمل الزائد انقلب على الجنب، وهي أكبر مأساة مهاجرين بتصير على الأغلب بالتاريخ. 750 شخص، مو محدد لحد الآن، والله ما عم بعرف بحكي، لحد الآن مو معروف العدد، لكن من أصل 750 شخص لحد الآن اليونان أعلنت عن إنقاذ تقريبا 110 مهاجرين فقط. أكثر من 500 أو 600 مهاجر مو معروف مصيرهم، لكن تم توثيق وفاة 79 واحد فقط منهم، غير هيك مو بيعرفوا.
طبعا الناشطة هاي الإعلامية لما حكت مع المهاجرين أكدوا لها بأنه في أكثر من 100 طفل على القارب مكدسين بشكل كتير كبير بالجزء السفلي من السفينة. يعني هدول الأطفال الله يرحمهم، أكيد عدد كتير كبير من الأطفال توفوا بهذا الحادث. في فيديوهات وفي صور عن هاي الحادثة، ديروا بالكم كتير منيح. أنا على طول بوجه تعزيرات من طريق البحر، هو أخطر طريق بكل طرق الهجرة، فديروا بالكم من هذا الطريق لأنه خطر. والسلام عليكم.